السلام عليكم، جيت نشارك معكم بريوة ديال الدجاج اللي كيجيو خطيرين البنات. تبع معايا طريقة التحضير. احتاجيت هنايا 2.5 كيلو دي ونص ديال البصلة، ضفت عليها التوابل الخرقوم، سكنجبير، القرفة وملحة وإبزار. استعملت ملعقة كبيرة وزيت الزيت النباتي والربع قزبر ومعدنوس. وصافي، من بعد البنات كنردوها طيب مباشره تشحر، ما كنضيفو معها لا مالح حتى شي حاجه، غير كنقصوا العافيه وكنخليوها طيب. وهذه من بعد ما هبطت لينا البصله وطابت، من بعد ما كطيب البنات كنعدلوها في واحد الشبيكه، ضروري نقطروا منها داك الماء كامل، وعاده كنرجعوها للطنجره وكنضيفوا عليها البيضات. هنايا البيضات البنات، حاولت انني نزرب لكم الفيديو باش ما يجيش طويل وما تملوش. البيضات استعملت هنايا 8 ديال البيضات، ويعني تقدر تضيف حتى 10 ديال البيضات. البيضات الدور ديالها البنات كيجمع لنا البصله وكيختصر لنا الحشوه، وصراحه كيعطي واحد المذاق رائع. وصافي، هنايا في كل مره كنضيف البيضه كنبقى كنستمر بالتحرك حتى كطيب معايا البيضه الاولى، عاد كنضيف البيضه الثانيه، وهكذا كنستمر حتى كنساليو الكميه ديالنا. هنايا عندي البنات 2 صدور ديال الدجاج، وغنضيف عليهم بصله مشلضه صغيره. هنايا عندي في المرقه ديال البصله، ما عرفتش واش كلشي كيضيف، انا صراحه كنضيفها كتطلق واحد المذاق هائل. هذه المرقه ديال البصله اللي حيدناها، وصافي كنضيف عليها غير واحد شويه ديال المليحه وابزار وسكنجبير والخرقوم، غير قبيصه قبيصه، وصافي. صراحه كيجيو لذادين بزاف، ديك المرقه كتضيف واحد اللذه خاصه. وصافي كنردوها طيب. من بعد ما كطيب لينا البنات، هذه هي النتيجه. صراحه الدجاج كيجي فتي ولذيذ بزاف، وكنحيدوا له العظام واي حاجه، وكنقطعوه صغيور كما كتلاحظوا معايا الفيديو، كنقطعوا قطع صغيره وكننضيفوه على ديك البصله، وكنستمروا بالتحرك حتى كيتخلطوا لنا مع بعضياتهم. وهذه من بعد ما تخلطت لينا البنات، هذه هي الحشوه والكميه اللي عطاتنا. صراحه كتجي واحد الكميه اللي كبيره تبارك الله. وعندي هنايا كيلو ديال الورقه استعملتها كامله، وصافي هنايا كنقطعوا هاد الورقه على هاد الشكل اللي كتشاهدوا معايا في الفيديو. وهنايا كنطلقوا الورقه ديالنا وكنضيف فيها ملعقه ديال الحشوه، وكنطويها بهذا الشكل اللي كتشاهدوا معايا في الفيديو، وعاد كنضيف الكميه اللي بغيت انا، وكنستمر بالطوي بالطريقه اللي كتشاهدوا معايا في الفيديو. صافي البنات، هنايا ما كنستعملش الطحين حيت الورقه عندي مزيانه وما تفسختش، يعني اللي عنده الورقه شويه يمكن له انه يضيف الدقيق. هذه هي النتيجه اللي كتخرج لي ديك الحشوه اللي شاركت معاكم. صراحه كيجيو لذادين بنانين بزاف، وكتخرج واحد الكميه اللي كبيره. هنايا البنات انا قسمتها في بلاستيكات، يعني على حسب الجهد ديالكم. وصافي هنايا من بعد ما قليتهم البنات في الزيت، يمكن لكم انكم تدخلوهم الفران تدهنوهم بالزبده او صفار البيض، كيجيو لذادين بزاف. وما بقى ليا نقول لكم بالصحه والراحه.